سلام البنات، كيف كتشوفوا معايا هاد السوتيان؟ هادو خديتهم واحد لا مارك معروفه ومعروف في البنات كنديروا هاد السوتيان اللي فيهم البونج. انا ملي خديتهم شحال وانا كنلبس فيهم وما رديتش البال، لبستهم تقريبا شي 3 ولا 4 المرات ما رديتش البال. راه هاد الماده اللي فيهم راها خطيره كيف كتشوفوا معايا. انا خديت تجربه بوحدي ولكن غتشوفوا تانتوما. ها هي ها هي ها هو شفتو هاد لا مارك. هادي غادا نقول لكم شنو هي في الاخر. ها هي هاد هانتوما من الفوق، ملي كتقلبيها لا من الفوق ولا من التحت راه كتجيك غير بونج عاديه ما كيبانش لك مزيان. ها هي الداخل ديالها فيها واحد البلاستيكه، ها هي وهاد البلاستيكه فيها واحد الزيت، فيها واحد السائل هو بحال الزيت. ها هو كيف كتشوفه، ها هي ها هي هانتوما كيف شفتو معايا. ها هي بلاستيكه عامره بواحد الزيت، ولكن هاد الزيت هو ما خانش، فيه ريحه عاديه زعما ما شميت فيه لا ريحه خانزه لا والو. وباش تعرفوا بان هاد السوتيان شفتو ها هو، ما باش ما يقولوش بان لا مارك بغينا هاد طايح ولا شي حاجه. ها هي ها هي دي باقا لاصقه فيها ديالها. ها هي حنا ولينا كنتفاجئوا بزاف بان البنات باقين صغار والنساء بصفه عامه ولا كيجيهم سرطان الثدي. بحال دابا حنا لابسين هاد السوتيان ما عارفينش اشنو فيهم، انتي لابساهم ما عارفاش اش فيهم، ما عرفناش هاد الزيت هذا واش كيدير شي كيسبب شي مرض كيدير شي حاجه. مهم لابسينه وصافي، من الاحسن نبقاو نتفاداو بحال هاد السوتيان، نديرو سوتيان عاديين من الاحسن لدعت الضروره نقلبوهم. هانتوما شفتو شنو، انا هاد الفيديو درتو غير باش تشوفو وتلوحو مع بعضياتكم البنات باش تعرفو شنو كاين. والسلام عليكم.